وجه بوجه انا وياكي بونيتا سعاده، اهلا وسهلا فيكي، مساء الخير. مساء الخير من جديد بونيتا سعاده، اهلا وسهلا فيكي. بالمقدمه حكيت اللي لازم ينحكى، ولكن اليوم على الدوره على الطاوله المستديره وجه بوجه انا وياكي، خليني اقول للناس انه انت اول مره تظهري وبتطلي بحوار من هيدا النوع. جاوبيني بس على السؤال، ليش خوف من ما هو موجود عندك او ولا مره صدفتي بهيك لقاءات؟ اجاوبك ايه ولا ايه ما اعرفش. قلت ايه في البدء السؤال؟ لا هم مش يعني ما فيش برامج. بتقول ايه؟ عفوا فاتن لو سمحت. جاوبيني، ليش ما طلعتي بهيك لقاءات من قبل؟ يعني ليش اليوم ما طلعتي بهيك حوارات من قبل؟ يعتبر اليوم انت نمبر 1 اذا بدنا نحكي منطق باللي عم تقدميه، انت الرقم 1 من بعد باسم فغالي اللي عمله. ليه ما طلعتي بعد هيك لقاءات؟ ليه لاول مره وافقتي تطلعي معنا؟ هلا بعتقد دائما في وقت مناسب بالحياه، وانا بآمن بهيدا الموضوع. اول شيء بتقول بونسوار للجميع، ان شاء الله تكون حلقه حلوه. ان شاء الله حلو هيدا. ثانك يو، ميرسي. بدك بلش بهلا ولا اخر شيء؟ بلشي اللي بدك اياه. ايه ليجند بوتيك بدي لها ثانك يو على الدرس الحلو، انا قليل البس اسود. كمان بدي اقول لك بعتبر انه هلا لما استضاف بفتره ساعه من الوقت صار عندي اشياء احكيها. قبل ما في اخبار غير في اطلالات فنيه، وهول انا بستضاف على راس السنه او مناسبات. صحيح. نحكي كلمتين بنعمل انترتينمنت للعالم وبتخلص هون. وهيدي هي. طيب بونيتا، اليوم بونيتا سعاده اسم شو اليوم فيك تعتبريه؟ بكل صراحه بكل تواضع بعتبره بونيتا شخص مميز، وهيدا الشيء اللي كنت اسعاله وبنبسط. مميز؟ مميز بس بنبلش باسم اسمي بونيتا، يعني أوكي. كاسم اجنبي من ايام المدرسه كان مميز. وباللي بعمله يعني التقليد. وطلع انه كثير من النادر انه في اشخاص بتقلد. صحيح. في فنانين بس يستضافوا بقلدوا، وبنشوف لما على السوشيال ميديا كيف بيعملوا مقابله ساعه بياخذوا لهم اللي عم بقلدوا بس. مشان هيك نداء شراره اخر مره ما قلدت، لانه كان بدها تركز على فنها وغنائها. بقى لتشوف ان قديش هالموهبه مهمه عند العالم. 100%. وربنا نعمني فيها بنبسط. بونيتا جاوبيني على هذا السؤال، هل بونيتا سعاده اليوم مش اخذه حقها؟ بدك تشوف انا شو كان بدي انا وصغيره، حلمي ومتطلعاتي وامنياتي والتشيك ليست اللي انا حطيتها. فانا كلها صارت. بالنسبه لك عم تقول لي ماني اخذه حقي. أكيد. شو الحق اللي بدك اياني انا اكون اخذه؟ بدي اياك تكوني اول شيء نجمه اكبر من هيك. ثاني شيء اعلاميا يكون اخ ماخوذ حقك اكثر، يعطوك حقك اكثر من هيك. ثالثا لما يستضيفوك ببونيتا سعاده اللي لها هيدا الحق. اليوم انت اطلالاتك التلفزيونيه مع احترامي لكل التلفزيونات وكل البرامج عم يعطوك حقك؟ بس جاوبيني على السؤال. مش كثير. شكرا. اليوم لما الصحافه المكتوبه عم تعطيك حقك؟ مش كثير. مش كثير. يعني وين عم تنافسيني اليوم وعم تناقشيني بموضوع انه انت اليوم بدك ياني يكون غير هيك؟ اكيد بدي اياك تكوني غير هيك لانه ما اخذي حقك. بونيتا سعاده اللي قلدت كل هالشخصيات اليوم في غيرك عمل ما ضل حدا ما حكي فيه، انت اليوم مش كل العالم عم تحكي فيك. رح جاوبك على مين اللي عمل كموضوع تقليد واخذ حقه اكثر مني. وبعدني عم بقول لك انه مش كثير، بس بالنتيجه انا على القليله عم بستضاف. يعني أوكي. عندي حظ انه انا شاركت مع كل الاعلاميين بكل البرامج. وكل برنامج لما شارك فيه بيطلع عندي تميز. يعني بنبلش بوقت حديث البلد طلع لي كارت الضيف الدايم، وقت شاركت مع زفان بمقلب كذبة اول نيسان طلع بين الخمس الاول بتاريخ لبنان. لما دائما شارك وكون بالمسرح، كمان بدنا نحكي مسرحيا مع هشام، لما اترك بصمه جميله ويكون فخور فيي هشام او الجاليه لما نسافر يكونوا مبسوطين فيي. هذا هو النجاح، لما انت تطلع بمقابلات بسيطه ومن دون دعم ومن دون لقب جماله ومن دون بطوله مسلسلات موجوده باللي عم بعمله. اخدي انا مبسوطه. عم بسالك برجع بقول لك مش كثير. اخدي حقي بس مش كثير. وين اخدي حقك؟ كيف؟
اخذي حقي مجرد اني عم بحقق كل شيء انا بدي اياه. كثير منيح. انت اليوم بريد سعاده انتشارا، عندك انتشار اليوم، مش مأكول حقك انتشارا، اليوم انت مش مظلومه انتشارا، اليوم اعلاميا مش مظلومه اعلاميا، بس مش انتشارا عربيا، لانه عندك بالكويت والعراق والاردن وسوريا بيعرفوني وبيجيني مسجز وبنعرف نحن لما نروح مسرح. اعلاميا في مشكله، بس المشكله من الطرفين. اوكي، في نقص من الطرفين. لما اليوم الصحافه يحكي عنك مره طب ماكسيموم مرتين، بعدين بده يصير في بزنس. صحيح، وهذا حقه. ومن حقي انا اني استثمر لشغلي. اوكي، انا ما فيني كثير استثمر بشغلي لانه بدك دعم مادي. انا ما فيني ضلني من اللي بطلعهم انا المصاري واللي بمثل غير اللي بغني. مع انه انت بتقولي انه انت مكتفيه ماديا، هذا سؤال بدي اطرحه عليك. هل بونيتا سعاده يقال انه البي بيك بقول لك، انت بتقولي ما بعرف مين بيقول انه انت مكتفيه شهره او اموال؟ مكتفيه الاثنين. الاثنين؟ شبعانه من الاثنين. اليوم بونيتا سعاده عندها مال وعندها شهره؟ ما زال عندك شمال، ليه اليوم ما عندك هيدا الدعم الكبير؟ ما بدنا ننقد حديثنا. لا، عندي ميل، عندي ميل ما فيني اصرف عليه فنيا اني وازي الايمج اللي انت بدك اياها او العالم اللي بدها اياها بونيتا تكون. هي يعني الايمج تبعيتي، هي ايمج تبعيتك. انا لما يكون معي مصاري انا ما بدي ادفع حق كفر حقه الاف الدولارات. اوكي، بنبلش من هون. لما ياخذوك كمان على كفر، ياخذوا فنانه معينه بدها تكون عامله مسلسل بطوله، بدها تكون بشركه ماضيه مع شركه، بدها تكون منبلش ليعرفوا العالم شاشه الام بي سي منا مسحه، كله اللي بيكون عنده شانس بالام بي سي بيصير عنده انتشار عربي. ف وانا المصاري، ما انا كمان بشتري تياب لتقليداتي للكاركترز، بشتري تياب كابونيتا اللي بدها تظهر، انا بسافر من مصرياتي، هذه هي الاكتفاء الذاتي. بس انا ما فيني استثمر الاف الدولارات لفني، انا ما فيني يكون عندي مانجر، ما عندي محامي. ليش اليوم في غيرك مدعوم من الممثلين؟ انا ما بدي احكي بس شخص اللي بيقلد، انت اليوم ممثله، ليش اليوم غيرك مدعومين مثل كثير اسماء اليوم موجوده على الساحه الفنيه؟ ليه انت اليوم منك مدعومه؟ شو ناقصك؟ عندك جمال، عندك حضور، عندك اداء رائع، عندك فن مميز ومحترم، واللي عم بشوفه ما بعرف، ما بدي اكد، في احترام يعني اليوم، لانه بقول ما بعرف شو مخبى، انت اللي مخبيتي لي اياه، ما بعرف شو هو، هلا بنعرف. بس اليوم شو بعد ناقصك؟ في عندك خمس ست اسامي من الصبايا اللي بتشوف اسمهم كثير موجود، عم بيعرفوا يشتغلوا بصراحه، هن اصح من نحن الجيل اللي اقدم. اوكي، بيستثمروا يعني. أوكي، هن مع شركات. وفي البعض بيكون عندهم لقب، هيدا بيساعد لانه طيب. لما تكون بمسابقه انتشار عربي يعني انت صرت اليوم اسمك صار واصل لكتار. لما يكون عندهم اعمال مسلسلات حتما هن هذا الباكج كله وبيدفعوا للسوشيال ميديا بمعنى ليشتغلوا لهم اياها. طب انا هول كلهم ما عندي اياهم. الفكره ليش ما بدك تندعمي؟ جاي الوقت. شو يعني جاي الوقت؟ تايم ويل تيل. هذا الحكي مش لإلي. هذا الحكي هذا الحكي لإلي لأنه هلا بكفي طلع هلا معك على البرنامج على الجديد. أنا بتشرفني عندك حدا كثير مرتب ومحترم. لنشوف إنه البرنامج محضور. أي، والبرنامج عنده انتشار. نعم. دائما أنا بكل مقابلة بينفتح لي باب. بقى على وجهك إن شاء الله وعلى الشاشة الجديد رح يصير في تطلعات أكثر. نعم. عن جد ليش؟ ليش اليوم يعني معدومة؟ خليني أقول شغلة واحدة بين هيدول الأشخاص، في شيء معدوم. لا، منه معدوم أكيد، لا أكيد مني معدومة. في كتير نسبة من العالم بتعرفني. ما عم بحكي عن عم بفسر لك شغلة. نونو بيعرفوك. أنا شاركت بمسلسل وهلأ مع زياد برجي على الهواء. صحيح. ولايت. مزبوط. وكنت ضيفة مع راحو براحو. يعني ليه بدك تكوني ضيفة؟ لأنه أنا كنت آخر شيء لأعتمد على الدور انه يجيبوا بونيتا. ليه ما بده يفكروا فيكي؟ مزبوط. ليه يا نديم؟ عن جد مش عم بمزح. يعني نديم او غير نديم، عم بحكي اول جنرال اليوم. انا انه اليوم عن جد بقول هيدي البني ادمه، هي الانسانه عن جد مش اخذي حقها. هيدي الانسانه مهدور حقها شوي. في قصص يعني لازم احكي فيها اليوم، وبعد شوي رح احكي عنها. بس ما انا قلت لك ما كثير. عشان هيك خلينا نروح على صوره اولى. فيني افتحها؟ واكيد بدي افتحها. نمر سعادة ديزاينر العالم، أنا بسميه خيك،
بدي وجه له تحية كتير كبيرة لأنه بحب شغله، بحبه هو كشخص. نعم. وهو خيك، في كتير عالم يمكن ما بيعرفوا أنه هو خيك. بس أنا عندي سؤالين ثلاثة على الصورة، بدي عزبك تمسكيها بليز. أكيد. في عالم بتقول أنه في خلاف بينك وبين نمر سعادة. اليوم بكل صراحة شو في بين نمر سعادة وبونيتا سعادة؟ نحن دايماً في أبس أند داونز، يعني كنت أشتغل معه لفترة 13 سنة. أوكي. بعدين بس تركت قدرت ركز أكثر على فني، بس نمر ما كان حرمني. يعني أنا كنت أصور برامج أسبوعية مرة بالأسبوع، ما كنت ياخذ من وقتي. أوكي. بس صار الحمل أنا علي كتير كبير. بطل فيني كفي. نمر كان عم يكبر وبيكبر أكثر وأكثر، أنا ما فيني، يعني عندي بوست ما بقى بقدر أتحمله. أوكي. هاي شغلة بالنسبة لنحن عائلياً. شف لي شي بيت ما في خلافات، بتطلع وبتنزل. بس ليه بحس إنه في تشتت؟ أبداً تشتت؟ أبداً. لا الحمد لله، نحن على القليلة على القليلة بعدنا بلبنان. أوكي. على القليلة يعني. أوكي. الأخوة ملمومين. وبدي أقول شغلة إنه أنت بتحبي لنمر؟ أنا أكيد بحبه، وبحب اختي كمان. بتحبي اختك او بتحبي خيك اكثر؟ لا اختي اكثر. انا اختي نسرين. نسرين جوهره اسمها، هي. لا. جوهره بالفعل اختي. لا. كمان قلبها كثير طيب. نسرين شخص انا نص الثاني. صحيح. فلما بدي وجه لها تحيه. اكيد. فانا لا مش انه هي بس نص. انا نص الثاني، لما يكون انا لي وجود هالقد كبير بحياتها لاختي معناتها انا لي عازه، بمعنى هاي دول الرسائل عم توجهيهم لنمر؟ لا، عم بعطي كريدت لاختي، لانه تقريبا لاختك بس تقريبا كمان ما كثير بتنذكر اكثر بال بس طلبة محلية. نسرين شخص ايمن فيي كثير، ودائما كانت تشوف مثل ما انت بتشوف انه بدي اياك اكثر. يو كان دو ات وليش وما بعرف شو، فكلامها كان يعطيني حافز. نمر بعدين صار يامن فيي، هذا الفرق. ايمن فيك نمر بس ما وقف معك؟ ما دعمك؟ ما كتير وقف معي وما كتير دعمني. نسبة كشخص بيقدر يدعم. صحيح. هيدا اللي بدي أقوله. بس كخي إيه، بس نمر كان فيه يعطيني أكتر. تصريحي أول مرة بيقارو نسمعه. نمر كمان بيقارو كتير مهم. صحيح. يعني اليوم نمر واصل لمحمد رمضان بمصر ولا مين ما بدك. فآخر شيء قلت له ليك خدني معك على مصر لنتعرف عليه. يعني لنفتح باب على مصر. قال لي إيه. كتير حبيت. هي أول مرة بتحكي فيها هذا الموضوع. أكيد. صحيح. وما كتير بدي كذب وما فيني ما أعطي كريدت بنفس ال. صحيح. بنفس ال. تحية لنمر، تحية. أكيد. الله يوفقه. وعنده بنوتة هي دخيلة. الله يخليني إياها يا رب. لعمتها. كل التوفيق يا رب. أبويا اللي عليه مسنود حنان قلبه ملوش. أنا استغربت إنه أنت دمعتي عغنية الأب. بوقت انه في كثير عالم بيقولوا انه وجود بيك ما يعني ما انه موجود بحياتكم. هيدا السؤال اللي بدنا نحكي فيه اكثر اليوم، بتمنى نقدر نوضح للناس اكثر فيه. نعم. بيك شو بحياتكم؟ بي قصه كبيره. بي ريمون سعاده، لانه في كثير بيعرفوه بالزمانات على ايام التوب شوب الحمراء. الموضوع البابا كان هو مطلق. منفصل، مش. أوكي. مطلق من ماما وتزوج. يعني انا كان عمري سنه وقتها، كان بي مش موجود معنا بقلب البيت. هيدي هي. بس انا كان موجود. اوكي. كيف ما كان موجود بيك وكيف كان مزبوط. هلا اول شيء بالسبعينات والثمانينات بعرف في حرب، واضطر يسافر مثل كتار من العالم يشتغلوا برا. وكان التليفون اللي كان نتصل كل 3 اسابيع لانه سنترال وهالخبريات، فتليفون واحد يطمن علينا فيه نحن نحس بوجود الأب. غير أنه ما أثر علينا كمصروف. يعني إحنا ما حسينا بفراغ أنه ما في بي بالبيت. هذا المصاري كمصاري، غير عم نحكي حنان عاطفة أب. أنت محروم اليوم من حنان، يعني بحاجة لعاطفة اليوم أب. ولا أنا يعني أنت وصغيرة تفرق. أنت واليوم، أنت وبكرة. أنا وصغيرة ما كنت أعرف بالفرق، لأنه لما أنت ما تكون عايش بشي ما بتعرفه. يعني إذا أنا لما ما بطعميك سكر أنت مش بدي أعرفك بطعمة السكر. أوكي. اليوم بحاجة لعاطفة أب. أنا موجود صار له من 20 سنة. بس ما في عاطفة. كيف ما في عاطفة؟ بي الحنان، بي العاطفة، بي الكرامة، بي نزعني شوي. الكرامة يعني عرفت إنه بدو ينا نشتغل بالفن بس بلا مصاري. أوكي. مهم كرامتكم وما بدنا حدا يدفع لكم ومقابيل فنكم. نزعكم يعني. نزعني لأنه عمل لي شوي إنه هلا في كاركتر بالحياة. أكيد. بس برجع دايما كل كلمات يلي إياها محفورة فيي. وبقول شو كان يعني شو كان عنده نصايح مضبوطة.
بكثير امور بالعمل وكان يوعينا وينورنا. برجع بقول لك كنا نشوفه. قبلين فيكي بيك هيك؟ كثير. لا عن جد؟ طبعا. راضي عنك؟ كثير. راضي فخور وفخور راضي فيه. راضي عن خيك؟ راضي كثير بس عنده هيك كم شغله مش راضي. اكيد هدول لاول مره عم نحكي فيهم. ايه ايه عم بقول ما بدي كذب بمعنى بليز ما تكذبي لانه انا اليوم لما قررت اعمل معك الانترفيو نحكي ببساطه بس نطلع بس بدون دموع يعني بدون ما تنزعجي. ايه بعدها ليك لا عم اقول لك شغله انا البابا يوم خلافك انت ونمر بيك واقف حدك فيه؟ ما في خلاف فيه دائما بيصير في سوء تفاهم. طيب عال بيك حدك مش حد نمر. بي مرات بين شقوفين بين شقوفين بحبه كثير لنمر. اوكي بيختلف بكم شغله مع نمر بس بيرجع انه نمر يعني بيرجع بيشوف انه يعني حتى انا واختي انه انتم مقصرين بكم شغله لنمر عمل هيدي رده الفعل. برجع نحن بس نحكي بيشوف انه نحن رده فعلنا من وراء فعل صدر. اوكي بقى هيدي هي بين شقوفين. كثير منيح جاوبيني على هيدا السؤال وجه بوجه انا وياك. انت مسلمه او مسيحيه؟ العالم بتعرفك مسيحيه. انا مسيحيه. مسيحيه؟ نعم انا بي مأسلم ومزوج مسلمه وعندي خي مسلم. ليه ولا مره حكي فيه؟ عيب نحكي عندي خي مسلم. عندي خي كريم بياخذ العقل اسمه. طب ليه اول مره حنكمل الحديث بس ليه اول مره نحكي بهيدا الموضوع اللي عم نكتشفه؟ ليه ولا مره حاكين فيه بالاعلام؟ انا اول مره بسمع. ما كنت بحكي بس برجع بقول لك يعني صار في وقت انه اليوم صار في اخبار ما انحكى كثير امور. طيب جاوبيني. صار في وقت انه نجاوب. عال كثير منيح. اليوم انت مسيحيه ولكن بيك نص مسلم نص مسيحي. مزبوط. كيف يعني هاي؟ اول شيء بي انا كثير بحترم الاسلام. نعم بعكسك يعني ليك شو عم نحكي. بعكسك صح؟ مسلم بعكسك. لا انا دائما بتعرف مع اشخاص بيرجع بيكون مسلم يعني. هلا حاحكي عن هذا الموضوع. كلهم فيهم الخير والبركه انما البابا علمنا ما يكون في تفرقه وانا ما كنت اعرف شو مسلم مسيحي لانه انا عندي خي من غير طائفه فكان يعمل كريسمس معنا وما كنت بعرف بالصوم انه يعني ربينا بوضع نحترم الشخص بس عندك اليوم الدوله والقانون هي بترجع بعرف بترجع بتوعيك. اوكي بيرجعوا بيوعوك انه طيب. انت مسلم انت مسيحي. بترفضي تقولي عن حالك بترفضي تقولي انا مسلمه؟ برفض؟ ايه اذا انا مسلمه ما برفض بس انا مسيحيه. اوكي برفض يقال شيء مش موجود. بس انا برفض تقولي انه الدين الاسلامي منه عادل ست بونيتا. يعني انا لما ينقال لي انه بونيتا بتقول انه الدين الاسلامي منه عادل. نعم. مش عيب مش غلط تقولي هذا الحكي؟ تفضل. الدين الاسلامي عادل انما الاشخاص عم بيتصرفوا مش بعدل بحق الدين الإسلامي.